حديث أكثر مشاهدينا حول هذا الملف. أرحب بضيفي من باريس، مستشار العلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات، الأستاذ ناصر زهير. أستاذ ناصر، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. أستاذ ناصر، إذن الطرد المتبادل ما بين موسكو والغرب يتصاعد خلال الأسابيع والأيام الماضية بالتحديد، هل نتحدث اليوم عن أن عجلة التصعيد السياسي والدبلوماسي تصاعد ولن يتوقف حاليا؟ تفضل. نعم، تحياتي لكم. أعتقد بأن عجلة التصعيد السياسي والدبلوماسي انطلقت، ولكنها نوعا ما أعتقد بأنها ستفرمل في مرحلة لاحقة بجهود أو بخرق ما سيحدث، إما بإطار مجموعة النورماندي، فرنسا، ألمانيا، روسيا، أوكرانيا، أو بحشد كل آليات التصعيد. لأننا الآن نرى اشتباك روسي أمريكي عقبه اشتباك أوروبي روسي، ولكن أوروبي روسي، ونحن نتحدث عن التشيك، نحن نتحدث عن دول تتماهى مع الموقف الأوروبي أو الموقف الأمريكي أكثر من الموقف الأوروبي. آلية طرد السفراء بين أوكرانيا وبين أو الدبلوماسيين بين أوكرانيا وروسيا وبين التشيك وروسيا، أعتقد أنها ستكون الآن هي ورقة، دعني أقول، استعراض للقوة، استعراض لآليات ما يمكن حدوثه. ولكن الأخطر سيكون بتحرك الآليات العسكرية على حدود أوكرانيا، لأن الأزمة تبدو في ظاهرة هي أزمة دبلوماسية وأزمة تتعلق بالأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا على الجانب الآخر نحن نتحدث عن حلف الناتو، نتحدث عن قدوم حلف الناتو إلى أوكرانيا في مرحلة ما كما يطلب الرئيس الأوكراني، وهنا سيكون تعقيد العملية، بمعنى أننا قد نشهد اشتباك آخر أو تصعيد آخر يشبه ما حدث في شبه جزيرة القرم عام 2014. طيب، هل تملك الولايات المتحدة منع ذلك أو الاتحاد الأوروبي؟ الجواب هو لا، سيكون عبر العقوبات، وهذه العقوبات أعتقد بأنها لن تؤثر على هذه القضية. طيب أستاذ ناصر، الموقف الأمريكي من روسيا بعيدة تصعيد مع أوكرانيا، هل هو الذي حفز وجرأ بعض الدول الأوروبية لهذا التصعيد الدبلوماسي مع روسيا في هذا الوقت بالتحديد؟ بالتأكيد، هو أكثر مما هو موقف، هو إشارات أمريكية. دعني أقول، يعني النظرة الفرنسية والنظرة الأوروبية دائما هي بأن الولايات المتحدة تستخدم أوروبا في آلية أوراق الضغط مع روسيا. الآن استخدام بروكسل كمنظومة الاتحاد الأوروبي فشل مع إدارة بايدن، لأن بايدن طالبهم بعقوبات صارمة في قضية نافالني، لم نرى هذه العقوبات. بالتالي بدأت الولايات المتحدة بتسخين الملفات، ملف أوكرانيا ومن ثم دول أوروبا الشرقية، لديك أيضا دول مثل بولندا ولاتفيا، أعتقد أنها ستشهد أيضا آليات أو أزمات دبلوماسية في قادم الأيام مع روسيا إذا ما تلقت الإشارات الأمريكية. هنا ستكمن المشكلة. الآلية الأخرى أيضا بالنسبة للأوروبيين، هم يريدون أن يكون هناك كما أشار مكرون خطوط حمراء في التعامل مع روسيا، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك آليات لاختراقات أكثر من قبل الروس أو استفزازات أكثر، ولكن أيضا الحوار المنفتح. ويمكن أن نقول بأن هذه الخطوط الحمراء يجب أن تكون من الجانبين، أي أن هناك ثوابت للسياسة الدولية، لا يمكن أن تنضم أوكرانيا مثلا كما حدث في عام 2014 إلى المعسكر الغربي ويبقى أو تبقى القاعدة العسكرية في شبه جزيرة القرم تحت سيطرة الغرب أو الناتو. هذا بالنسبة لروسيا مسألة أمن قومي، وهذا ما يفهمه الأوروبيين جيدا. بالتالي يمكن أن نقول بأن الجهود الأوروبية ستكون نحو نزع قتيل التوتر وخفض التصعيد مبدئيا، ولكن كل هذه الأمور ستكون متعلقة بالقمة المرتقبة بين بايدن وبوتين إذا ما انعقدت. ولكن الآن أعتقد بأن كل الملفات المشتركة بين الجانبين تتشهد تسخين كبير، ويمكن أن يكون ملف سوريا، ملف أوكرانيا، الملف الإيراني، كثير من الملفات في قادم الأيام، ونرى أيضا حتى القضايا الداخلية مثل قضية نافالني تتصاعد بشكل كبير. تسخين كبير، ولكن هل تعتقد أستاذ ناصر أن الوقت لصالح الطرفين أو لصالح طرف على آخر بتأخير انعقاد قمة بوتين بايدن؟ يعني لا أعتقد بأن الطرفين يخسرون الكثير بتأخير هذه القمة. المشكلة هي في ماذا يريد الطرفين، يعني ماذا تريد إدارة بايدن وماذا تريد روسيا من الولايات المتحدة. هنا الخطوط ليست واضحة، يعني إدارة بايدن هي، أو أعتقد بأن بايدن يحاول الخروج من قوقعة اتهامه بأنه ظل لأوباما، بالتالي نشهد بأنه رجل أقوال أكثر مما هو رجل أفعال. يعني عندما كان هناك قرار أمريكي بإرسال سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود، وهو معتبر خطوة كبيرة، قامت روسيا بإرسال سفن هي إلى البحر الأسود، وتوقفت الولايات المتحدة عن إرسال هذه السفن، أي أن العملية أصبحت عكسية، أصبحت روسيا تهدد بشكل فعلي، وإن كانت تنفي ذلك بأن أي جهود من قبل الولايات المتحدة لضم أوكرانيا إلى الناتو أو إلى الاتحاد الأوروبي وقدوم الناتو إلى الحدود المباشرة مع روسيا سيشهد اجتياح لأوكرانيا. يعني
الروس يفعلون، الأمريكيين يقولون. آلية العقوبات لم تعد موجهة لروسيا في هذا التوقيت بالتحديد، ولكن نعم. الجميع الآن يلعب في وتر الدبلوماسية، وإذا ما بقينا في الدبلوماسية هذا جيد، المهم لا نذهب إلى ما يشبه عام 2014. الأستاذ ناصر زهير، مستشار العلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات من باريس، أشكرك على كل هذه التفاصيل.